ودعت البحرين عاما مثقلا بالهموم التي تنوء بحملها الجبال في ظل نظام حكم عائلة آل خليفة الذي تحول إلى ذيل لآل سعود وعبد لبريطانيا. وقضيتنا وقضية البحرين واحدة، ولذلك سيبقى هدفنا من أهدافنا الرئيسية هو إسقاط آل خليفة. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد. البحرانيون استقبلوا هذا العام والأسى يملأ قلوبهم بعد أن أقدم آل سعود على إعدام نصير الثورة البحرانية آية الله الشيخ نمر النمر، وهو الحدث الذي أطلق تظاهرات واسعة في مختلف قرى وبلدات البحرين وكذلك في العديد من الدول ومنها إيران التي قطعت السعودية علاقتها معها بعد اقتحام سفارتها في طهران. فيما شهدت السعودية احتجاجات على إعدام الشيخ النمر، ودفع الشيخ حسين الراضي حريته ثمناً لانتقاده لسياسات آل سعود. وإلا لماذا أعدمته؟ هل أعدمته لأنه سبها وتطاول على شخصياتها، أو أعدمته لأنه انتقدها في تصرفاتها في بيت المال بلا حساب ولا كتاب؟ هذا التصعيد في السعودية قابله تصعيد خليفي في البحرين التي زالت سلطاتها من قمع الشعب بشكل غير مسبوق ومنذ العام الذي اندلعت فيه ثورة 14 من فبراير في 2011. كانت أبرز مظاهر ذلك القمع هو استشهاد 4 مواطنين، فمنهم من قضى نحبه تحت مباضع الجلادين مثل الشهيد حسن الحاكي، أو القتل في الطرقات وكما حصل للمدرسة البحرانية فقرية، أو كمصير الشاب المطارد علي عبد الغني والشاب علي محمود الذي استشهد إثر إطلاق قوات آل سعود النار عليه. المحاكم الخليفية الجائرة أصدرت عشرات الأحكام بإعدام وسجن ونزع جنسية الناشطين، ومنها تثبيت أحكام الإعدام الظالمة التي صدرت بحق كل من عباس السميع وسامي مشيمع ومحمد رمضان وحسين موسى وآخرين، فيما صدرت أحكام بسجن امرأتين بحرانيتين هما كل من طيبة إسماعيل وطيبة درويش. L'interdiction de voyage imposée aux défenseurs des droits de l'homme par des tribunaux et l'alourdissement de la peine de prison à l'encontre du secrétaire général d'Al-Wefaq. هذه الانتهاكات سعى ناشطون ومنظمات حقوقية إلى إيصالها إلى مسامع المجتمع الدولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن السلطات الخليفية فرضت حظرا على سفر الناشطين الحقوقيين للمشاركة في اجتماعات المجلس، وزادت من تضييقها على المدافعين عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم زينب الخواجة التي أجبرت على العيش في المنفى. الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب عادت السلطات واعتقلته في شهر يونيو من هذا العام وأصدرت محاكمها حكما بالإفراج عنه في آخره، إلا أن النيابة العامة رفضت إطلاق سراحه ليودع هذا العام خلف القضبان. We are aware of reports that Dua Awadai and her U.S. citizen child were detained by Bahraini authorities for questioning. Our embassy there in Bahrain has met with the family. وانتقمت السلطات من حقوقي آخر هو سيد أحمد الوداعي، إذ منعت عائلته من السفر، وذلك بعد مشاركته في احتجاج على زيارة حاكم البحرين حمد الخليفة إلى لندن، حيث اعترض ناشطون سيارته قبل لقائه بتيريزا مي. وحاولوا كذلك في شهر مايو تعكير صفو حضوره لسباقات حلبة وينسل الفروسية، فيما حظي حضوره حفل عيد ميلاد ملكة بريطانيا بانتقادات واسعة في الصحافة البريطانية. That's the human rights abuser and close friend of the royal family, King Hamad of Bahrain. Yeah. العام شهد نصرا بحرانيا على النظام الخليفي عندما نجح الناشطون البحرانيون في حملتهم للحيلولة دون فوز سلمان إبراهيم الخليفة برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك في الانتخابات التي جرت أوائل هذا العام في مدينة زيورخ السويسرية. At least 250 people in Bahrain have reportedly been stripped of their citizenship by the government because of their allegedly disloyalty to the interests of the kingdom. النشاط الحقوقي الذي قادته العديد من المنظمات الحقوقية البحرانية وفي مقدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أثمر عن صدور عدة بيانات
تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكان أبرزها البيان الصادر من الاتحاد الأوروبي، وكذلك البيان الصادر من 33 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن خطاب المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين والذي أثار حفيظة وزير خارجية البحرين. The past decade has demonstrated repeatedly and with punishing clarity exactly how disastrous the outcomes can be when a government attempts to smash the voices of its people instead of serving them. أما السفير السعودي في مجلس حقوق الإنسان فقد فقد صوابه إثر مداخلة للنائب الكويتي عبد الحميد الدشدي، والتي انتقد فيها تدخل السعودية في شؤون بلدان دول المنطقة، إذ حاول منع مصور وكالة أنباء البحرين اليوم من التقاط صور له، لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن أثار السخرية الدول الأعضاء. You're not allowed to take my photo. Excuse me. Mr. President, he's not allowed. This is a public meeting, so as a member, accredited member of the press, I think he can take the photo. الناشطون البحرينيون وسعوا في هذا العام من نشاطهم في العاصمة الألمانية برلين التي باتت تحتضن مركزا ثقافيا بحرانيا نشيطا. ولن نتخلى عن شعب البحرين إن شاء الله، وسوف نقف معه في كل مراحل الثورة إلى أن يحقق. غير أن البحرينيين فقدوا في هذا العام أكبر نصير لثورتهم في بريطانيا، ألا وهو اللورد إيبري الذي قضت مشيئة الباري برحيله عن هذه الدنيا تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لاندلاع ثورة 14 من فبراير. السلطات سعدت في هذا العام من قمعها للجمعيات السياسية، إذ أمرت بحل جمعية الوفاق وأصدرت حكما مغلظا بحق زعيمها الشيخ علي سلمان، فيما توشحت البحرين بالسواد حزنا على رحيل العلامة جواد الوداعي. وأما آيت الله الشيخ عيسى أحمد قاسم فقد أقدمت السلطات على سحب جنسيته وتقديمه للمحاكمة، وهو الإجراء الذي أثار موجة من الغضب في البحرين، إذ احتشد المواطنون عند منزل الشيخ بالدراز التي فرضت عليها السلطات حصارا متواصلة منذ أكثر من 6 شهور، فيما اعتقلت العشرة من رجال الدين والمعتصمين. رموز وقارة الثورة وفي مقدمتهم الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والأكاديمي عبد الجليل السنكيس تواصلت معاناتهم في السجون جراء تدهور أوضاعهم الصحية. ولم يسلم من ذلك شيعة البحرين بعد أن فرضت عليهم ولاية الفقيه. السلطات واصلت تصعيدها الطائفي وبشكل مفضوح عبر التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الخليفي الذي وصف الشيعة بأهل البدع، فيما تهجم العقيد خليفة الخليفة على عقائد الشيعة، وذلك بعد أن طارده ضحاياه في لندن وأجبروه على الاعتراف بتعذيبهم. والنظام عزز في هذا العام من تبعيته لبريطانيا عبر القاعدة العسكرية التي افتتحها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خلال زيارته للبلاد، فيما ترأست رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة، والتي دشنت فيها عهدا جديدا من العلاقات مع دول الخليج قائم على توفير الحماية لها مقابل مصالح عسكرية واقتصادية. I want to assure you that I am clear-eyed about the threat that Iran poses to the Gulf and the wider Middle East. وأكد النظام كذلك خضوعه لآل سعود عبر مشاركته في مغامرتهم العسكرية في اليمن، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى بين صفوف القوات الخليفية المقاتلة هناك. وأخيرا ودع الخليفيون هذا العام بعد أن نزعوا كافة أقنعتهم حتى بانت عمالتهم وأنهم ليسوا سوى أداة بيد الصهيونية العالمية، وذلك عندما منعوا أهل البلد الأصليين من إقامة صلاة الجمعة في الدراز، فيما دعا حمد الخليفة أعضاء في منظمة حباد الصهيونية المتطرفة إلى الاحتفال بعيد حانوكا بالرقص في باب البحرين وعلى أنغام أغنية تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم مكانه.